بسم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتمنى ان هذا الفيديو كافي في احسن الاحوال ودوام الصحه والعافيه للجميع زلنا في سلسله تخزين الطماطم بانواعها بما ان رانا في فصل الصيف نستغل هذا الموسم توجد فيه طماطم كثره وتكون بثمن قليل ورخيصة بعد ما غسلتها وحطيتها في الخل عشر دقائق في الماء والخل هنا حطيتها تغلى لمده عشرين دقيقه من بعد راح نرحيها في الخلاط اذا كان الخلاط تاعك تاع الطاس خليها تبرد شويه ومن بعد رحيها من بعد ما رحيتها تحصلت على هذا القوام بسم الله هنا راح نزيد نصفيها نصفيها من العلف اللي فيها ومن القشور ايضا هذا بعد ما صفيتها ونحيت منها الزريعه والقشره ها راكم فيها الفضلات زبت كسكاس وحطيت تحت منه كسرونه وحطيت على الكسكاس كتانه اللي راح نصفي فيها الطماطم راح نعمر كامل الكسكاس اذا وصلتوا معايا لهذا الخطوه في الفيديو ما تنساوليش بدعم القناه ليصلكم مني كل جديد ان شاء الله ونحبكم بزاف بزاف متابعين الغاليات ربي يحفظكم وربي يخليكم كل واحد يتمنى حاجه ان شاء الله يا ربي تتحقق له في هذا العام ان شاء الله وباذن الله بعد ما حطيتها في الكسكس راح نلم الاطراف تاع الكتانه تاعي ونحاول نعصر مليح حتى يخرج لي الماء اللي في الطماطم اذا كنتي مزروبه اعصريها بيدك واذا كنتي مش مزروبه خليها ليله كامله حطي حاجه ثقيله بدون تاع خمسه فوق منها باش يخرج الماء كامل اللي فيها نخلي الطماطم تاعي تقطر ونروح نغلي البلارات راح نغليهم لمده ربع ساعه ومن بعد راح نبشوكه او بسكينه وما نقيسوهم ونخليهم بجهه من بعد ما قطرت الطماطم وتحصلت على هذا المعجون راح نفرغه في صحن ومن بعد نعمر به البلارات طريقه سهله سهله بزاف ما تطلبش من على تعب الوقت يعني تكون هكا فارغه ما عندك حتى شغل وتكون عندك طماطم متوفره اخدميها احسن من اللي تشريها من المحلات وتكون فيها مواد حافظه وتكون غير صحيه هنايا من بعد راح نضيف عليها ملعقه كبيره من الملح الملح هنا حسب كميه الطماطم اللي درتيها لانه تعرفوا بلي الملح ماده حافظه راح نعمر البلاره تاعي كل مره نخذها باش هكا الفراغات كامل تتحط فيها ما ديرليش الفراغات عفوا ونضغط عليها بعد ما عمرتهم كامل هنايا راح نقفل لازم كي نقفلو عليها نقفلوا ونضغطوا مليح ونقفلوها باحكام نزيروا عليها مليح باش هكا اثناء الغليان ما تتحلش وراح نحطهم يتغلاو ربع ساعه من بعد ما يتغلاو راح نقلبهم بهذا الشكل اذا قلبتيهم بهذا الشكل وساح معك شويه تاع ما تخافيش عاودي غلقيهم وعاودي قلبيهم خليهم ليله كامله وان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه في تحضير تاع المعجون بدون مواد حافظه وبدون اضافات طبيعيه مئة بالمئة وايضا بدون مجمد وبدون ثلاجه نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم ورضاكم والى الملتقى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته